thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.
Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.
We are heroes tonight.
تاج. اي اعمل سباس وحط تاج بعد بعد been كده flying خلي from دراعي town to town خليه تحت خليه from معايا كده على الجنب London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. السلام ومرحبا بكم مرة أخرى في الـ MGC Online Tournament Counter Strike 1.6 Summer 2016. هذه السيمي فاينلز بين الـ A Monsters والـ Oxidize. قاعدين نشوف في النايف راوند حد الآن دبل كيل على يد إكس ديل أو فما تكنيكال إيشوز. ده بركة نرجع لكم.
سوري جايز، نرجع لكم مره اخرى. السيرفر هاز بين كراشد. كنت كنتاكي مع الادمن، شوف البروبليم منيش كما قاعدين نشوفوا. فيرست بيست راوند دبل هيد شوت من عند اف اس كي، ذا لاست وان باي زيبا. شوفوا لاست بلاير اللي هو ماركو، 1 vs 3. مع العلم انه نايف راوند ربحتها الاي مونسترز واختاروا بشي كملوا تيرو، يعني اختاروا ستي خاطر هما بديوا الماتش في التيرورست سايد، ربحوا نايف راوند اختاروا التيرورست سايد بالرغم انها ماب سيتي، لكنهم يمكن من التاكتيك متاعهم انهم يعملوا كامباك في ال، اذا كان معناها هما القاور رويحهم ضعاف في تيرو يعملوا كامباك في السيتي. معروفة اللي ماب هذه ماب كنترول باي كونتر تيرورست. وقاعدين نشوفوا الجام فايت بتوين سبايك وان و اف اس كي، ربح سبايك وان، نايس هيد شوت باي زيبا، نايس ريفال ديزرت ايجل، ريفال زي سبايك وان، سبايك وان نايس ريفال اجين، زينيكس ذم فور سماركو. جي جي ماركو، لكن لاست كيرن بيهايند هيم. وو ماركو، جي جي ماركو. وان فيرسس وان، ديزرت ايجل فيرسس ديزرت ايجل، ليتس سي هو ذا بيست اند ديد ذا بيست توين وان فيرسس وان. شوفوا ماركو لقى الفاماس داون، يستعمل الفاماس لكن دي ان اس سويتش الام 4 في الوقت اللي سويتش فيه الام 4، ماركو يستغل الفرصه هذيك يجيبه بالهيد شوت يوزينج فاماس. كنا اللحظه هذيك ما ذكيش ماركو، هز الام 4 عنده الافضليه في السبراي خاصه. ماركو فلاش بانكس تراينج تو بوش، او يلقى زوج بلايرز حاطين الايم عليه، دي ان اس هو اللي يقتلو بالديجل. عنده فكره اللي يلعب اوتسايد، نايس اكس ديل وذ هيد شوت يوزنج اي كي، نقتل بها زيبا، اكس ديل وذ سكند كيل، كنترولي بها على البومب سايد، يحاول يجيب تريبل، دي جي تريبل، كان هي جو ذا فور، كان هي دو ذا ميني ايس، كما نشوفوا التيم الاي مونسترز طلبوا البوز، عندهم بلاير في عنده كونكشن بروبلم، استنوا الكلمه من عند الادمين حتى نرجع لكم مره اخرى.
وصلتني معلومة من عند الادمن اللي فما زوج بلايرز اللي هما بون ما عنديش اسميهم بالضبط، لكن زوج بلايرز ديسكونيكتيو من تيم سبيك، عندهم كونكشن ترابل. في نفس الوقت الاي ماسترز عندهم الحق في البوز، طلبوا البوز من لهم بوز حد ان توا فما بلاير من لي دو اي نعم لي دو بلاير توا رجعوا في التيم سبيك، معناها تصوروا معناها شوية اخر وترجع اللعبة. خليكم معنا في السيمي فاينل بتوين الاي ماسترز والاوكسيديز، الربح منهم باش يلعب كونتر الاي 37 اللي ربحت ماتش البارح كونتر الاليتي، في ربحت زوز مابيت اللي هما نيو كوتوسكان، واللي العباد اللي خلطوا علينا جديد جدد معناها هذه بيست اوف 3 جيم، معناها الماب هذه مش باش تحدد الفائز، الماب اللي بعدها هي اللي باش تحدد الفائز، يمكن حتى الماب اللي بعد بعدها معناها الماب الثالثه هي اللي تحدد. عندك الاو 37 ربحت في الماتش بتاع البارح بزوز مابيت في رصيدها نيو كوتوسكان، وهذا من ادى الغاء الماب نتاع انفيرنو. انا نشوف سكور 2 بلاش يعتبر، والاو 37 تربح. وكما اليوم قاعدين نشوفوا فما الماب نيوك اللي هي هذه كما البارح بدينا بها، والماب اللي بعدها الماب اللي باش تكون مفاجاه كبيره برشا اللي باش تلعب في السور اللي هي الكوبل. كما قاعدين نشوفوا اللعبه باك اجين تو ذا جيم، نعم جيم واز امبوزد. كما نشوفوا 2-1 لصالح الاوكسيديز. ليكم ماب الكوبو، ماب مزينة برشا، عندها تاريخ كبير برشا، هذا من اللي خليها تتطور في الكونتر سترايك جلوبال اوفنسيف تولي اسمها كوبل ستون. بريسك قريبة برشا، معناها حكيت 50% ولات هي بدا. نشوفو نايس هيد شوت مع ماركو، ماركو يقلب الجيم يمشي اكس تي. شوفوا ريفال ذا كي يقتل الدي ان اس، هذه محاولة الكنترول نايس ريفال ديديكت الفم بلاير في التوب. زينوكس اف اس كي حاط الايم على زينوكس، بعد 3 لحظات باش يخرج على يدين شكون باش يموت. شوفوا دو بلايرز اللي فما زيبا، اي نعم زيبا ما نعرفش اش قاعد يعمل، اي نعم انترنت ترابل ديسكونكتد ما نعرفوش جيم باش تعاود البوز لا ولا لا. تكمل الماب اللي بعد هذه باش تكون الكوبل، ماب مزيانه برشا، يمكن نتحدد التيم الرابحه، يمكن نتحدد معناها التعادل بيناتهم الزوز وتعادل التيم اللي بعدها. الماب اللي بعدها اللي هي باش تكون داست 2 اولد سكول ماب. For players disconnecting from the server قاعدين يحاولوا باش يرجعوا. نعم players كل رجعوا للجيم، فما 2 versus 3 versus 3 نعم. توب نت حاشاكم تجدد بيهم. تو بلايرز في هنا عم فما بلاير لاست كورن كامبينج، كانوا عنده فكرة ما نعرفش كيفاش عرفوه غاديك بوشيو عليه قتلوه. فما البلاير 1 في الفينت نايس ريفلكس من عند ديفيسكي نقتل. فما السكند بلاير اللي هو سبايك 1 الفينت ليفت فينت يموت بالجرينيد، لكن قبل الجرينيد عمل نايس هيد شوت قتل بها اف اس كي. وهكا تكون الروند رقم 4 لصالح الاي مونسترز، وروندا واحدة في رصيد الاكس الاوكسيديز. شوف البوزيشن بتاع البلايرز، شوفوا البوست ماوتن
هي ذا سبايك وان جيت ذا فيرست تراي تو جيت ذا سكند هي كانت اف اس كي يخطب الهيد شوت فلاش بانك تكتيكال فلاش بانك نايس جامب من عند كيكو يخطب بها لاست كيرن في الدارك كامبينج بتوي نكست تو ذا ايفنت يموت دي ان اس يموت على اكس ديكسي دي كان بكامبي على اليمين بتاع الفنت شوفوا فاف اكس دي فاف فافوريت 1 فيرسس 1 تشيل اند كيل هذا فش قاعد يستعمل فافوريت حد الان 22 هاش بي دامج كبيره برشا كم 28 الاكس دي معناها اللعبه مش تكون معناها قريب متشابهه للبوث تيمز يمكن الويبن بتاع فافوريت اللي هو فاماس مش يكون عنده دامج كبير برشا هذا بظهره اكس ديل فافوريت جي جي فافوريت اكس ديل كان عاتي بظهره يقتلوا بالفاماس يوزنج فاماس يجيبوا بالهيد شوت الهيد شوت جي جي فافوريت يجيب السكند راوند لصالح التيم بتاعه الاوكسيدي السيمي فاينل التيم الرابحة من التيمات هذوما باش ترشح الفاينل كونت فيرسس الاي 37 هكا نعرفوا شكون الرابح بيست اوف 5 باش تكون معناها يمكن انا حاجة باهية برشا الماتش باش يطول برشا لكن الناس اللي تحبنا واقفة معنا من اول ما بدينا التورنوا خاصة جروب الام جي سي جماعة الجيل وجماعة الكلاسيك وجماعة كلهم اللي يتفرجوا علينا فما جروبات اخرين زادوا يتفرجوا معناها التورنوا ماهيش خاصة بجروب معين تورنوا مفتوحة للجميع وان شاء الله باش نعاودوا واحدة اخرى عن قريب تحبش برشا مرش خاصة في الفيسبوك وقتاش باش تعاود التورنوا وقتاش عن قريب ان شاء الله تتعاود التورنوا اذا كلمة عند كيكو بومب سايت كنترولد باي ذا تيرورست جي جي اف اس كي موت بالوال بانج من عند زيكو بوم ماهيش وال بانج فنت بانج انا رشت المكان عندي برشا ما قلتش اترافير يا حسرة ماركو يقتل فافوريت اميزنج هيد شوت هكا تكون سي 4 بلانتد في البي سايد وكنترولد جي جي اكس دي يجيب اللاست كيل اللي هو زينوكس نشوفوا الاي مونسترز عاملين تيم وورك متقدمين بخمس بثلاثة روندات على التيم اللي كونترهم اللي هي الاوكسيديز هذه البوش فلاش بانج زاد سبراي يجي كيكو نايس سبراي لكن ما خلى حتى كرتوشة في الويبن بتاعه نايس كيل كان يجو ذا ثيرد او ذا ثيرد واز كلاست كيرن يجيبه بالهيد شوت يقتل ماركو زينيكس تقعد 1 فيرسس 3 لاست بلاير فافوريت وات هي كان دو ان ذيس بوزيشن او فافوريت يقتل اكس دي قبل ما بلانتي سي 4 لكن ماركو يهز الراوند التيم بتاعه بالاي كي شوفوا البوش مع عند تيرست زينيكس كامينج تراينج تو جيت ذا هيد شوت فيرست وان او لكن نيكس دي الحرم عليه فما بلاير كامبي لهنا تو شريتو ويت جاست ويت شوفوا البلاير اللي مكامبي غادي اي نعم اهو فافوريت او واو واو ريفلكسز مع عند ماركو يضربه في الدارك اكس دي اللي يجيب لاست كليو او اكس دي اللي قتله في الدارك
فاست راوند كما قاعدين نشوفوا في الشات. ايزي جيم، ايه ما نصورش باش تكون ايزي جيم خاطر نعرفوا يمكن تقولوا انتم ماب سي تي، ما حتى تيم وورك عنده قيمه. التاكتكس خاصه الخاصه ديما بالتيرس سايد، شوف البوش الكنترول على البوم سايد بي، البوم سايد اي، هذا السي 4 تفجع بلاير خايف مشكون غاديك، لكنه مجرد ويبن انعمل ويبن طالع. ايه فما بلاير غاديك ماركو يقتل لاست كيرن. اكس ديل وذ هيد شوت يقول دي ان اس. لاست كيرن وذ ديجل سبايك وان اجين. ماركو كيكو زيكس ريفال في بالي كل واحد يقتل ريفنجي يقتل ريفنجي. قاعدة 1 فيرسس 2 جيم 17 اتش بي بالنسبة زيكس، وهكا برانسيب في الحاش بي اللي عند زيكس ما صورش يجيب الهيد شوت، لكن ما فماش حتى شيء مستحيل. هذا الفلاش بانج او جي جي زيوكس نايس سبراي جوت هم وذ هيد شوت. تقعد 1 فيرسس 1 جيم، يقرر يسيف الويبن نتاعو عنده 2 اتش بي. ماندرا البوم توصل لهنا ولا لا؟ انا نصور توصل يموت، معناها قريبه برشا للبوم سايد. لا ماهيش قريبه، ما عملتلوش حتى دامج، وهكا تمشي روند رقم 9 لصالح الاي مونسترز. نايس سبراي من عند اكس دي ال يجيب بلاير زيوكس تراين تو جيت ا سكند دي ان اس، يكون فوق اليلو بوكس. نايس ريفال كيكو، ريفال اجين كيكو، دبل كيل فور كيكو، دبل كيل فور ريفال، وكيل فور اف اس كي، لا فور اكس دي ال فوق اليلو في الاوتسايد رامب. شوفوا توقعات اليوزرز في السبكتاترز في الهاشي تي في، قاعدين يقولوا 13 2 13 10. بون كل واحد يعطي في رايو، حتى الان ما نجموش نحكم على حد شيء. 10 2 زيوكس got FSK for Lake Stay. ريفال دبل كيل، وينك يا ريفال وينك يا ريفال، فش قاعد تعمل يا ريفال؟ ريفال can he got the third can he got the third the grenade grenade ما عملت حتى شيء يا ريفال. نايس ما عند فافوريت using USB headshot. ريفال يموت على سبايك وان، شوفوا سبراي من عند سبايك وان يجيب دبل كيل يوزنج فاماس. هذه الويل بانج من عند اكس دي ال، توا قاعدة 1 فيرسس 2 جيم فافوريت و زيوكس فيرسس اكس دي ال جي جي اكس دي ال 1 فيرسس 1. تبيلي قداش من روند تاع دي 1 فيرسس 1 هاد الان فافوريت؟ تسمعني فما شكون كسر الفينت 24 اتش بي و16 اتش بي فافوريت. هذا يدخل في ال رايت فينت ليفت وان. اوه يدي
دي جي اكس دي يحل البورت يفيكي بالساوند نتاعو يخلي فافوريت على يقين معناها على فكره اللي هو معناها قاعد يستنى فيه معناها في البلاصه هذيك باش يستنى ديفيوزي ومن بعد هو يقتلو. لكن اكس دي ذكى برشا مشى للكورنر وقعد ايمي على الرايت فانت نايس او ماي جاد اكس دي صحه بابا صحه ملكيل حلوه برشا ريفلكس. شوفوا اكس دي سخن برشا من اللاست راوند والفلاش بانكس فاشلين برشا التيم هذي دي ان اس فاش قاعد تعمل دي ان اس ممكن جيب كيل غادي جي جي اي دي ان اس صحه سبايك وان يوزنج فاماس. شوف لاست بلاير وين اف اس كي او مش لاست بلاير مازالوا برشا سبايك وان يهبطلو نو سكوب نعم وهكا البومب سايت تكون كفرد باي ذا كونتر تيرورست باي ذا تيرورست كيما فما حفاظ ضحكتني ساعيك ممكن ما علقتش عليها لكن كانت غريبه شويه كيفاش خرج جوير من في بالي عرفش شكون الابر نتاع التيم. المهم خرج ضرب صاحبه اللي هو في الفنت يسخيبوا الانمي بينما الانمي كان في ديفيوزي في السي 4 كل اللي دخل بعضه جات الانفو. شوفوا الدامج كان والدي ان اس ما راهوش جمله سبايك وان ماركو 1 1 1 ليتس سي 2 فيرسس 4 زيوكس ياخذ دامج بالسي 4 ياخذ عنده 71 اتش بي نح صح نايس نايس سربرايز من عند زيوكس وذ فاماس قعد 1 فيرسس 2 يموت بالهيد شوت على يد اف اس كي. هذه سويتش جيم هذا الفيرست هاف 13 2 صالح الاي مونسترز صالح الاوكسيديز دخلت بعض صالح شكون هذا اي نعم صالح الاي مونسترز ما كانتش ولا برشا الموسيقى تنخليها لكم من بعد لكن سكند هالف في ساعة ما بدا تشوفوا نايس من عند اكس دي اكس دي وين هو هذا تريبل هيد شوت نايس سبراي مو مش سبراي لكن ثلاث تريبل هيد شوت سوري جايز هي جوت ذا 4 كيل 4 كي جي جي اكس دي سامحني ما علقتلكش على اللقطه هذه بوم احسن الحاجات اللي عملتهم في الماتش هذي خاصه ما خلطتش باش نشوفها لكن جماعة الهاشي تي في تجم تشوف عليها الديمو تجم تهبط من بعد تجم تعمل حتى فراغ جوست ريكويست للادمن تعمل على بيها فراغ نايس كواد كيل يوزنج ذا يو اس بي كواد هيد شوت حاجة ما تصيرش في كل وقت كما قاعدين نشوفوا الراديو ولا سبايك وان كان بفوق الراديو يموت على يد اكس دي لكن قبل هذا يقتل البلاير ريفال back again guys let's see 3 versus 3 in arm Kiko Zeus favorite doctor Marco pushy control على ما كنتروليش على البوم سايد يقتل FSK يكون في استعداد تام FSK got the second last player last turn 3 HP معناها جوست ووب يموت معناها نشوف محاولة هروبه FSK يشوفها
الاسكرن بلانتينج هذا يكسر الفينت يخرج اف اس كي يحاول يضرب. كانت غريبة برشا اف اس كي الفاز عليا بدون تعليق. لحد الآن نورمالمون سكور باش يكون 2-0. هذه لاست راوند لصالح الاي مونسترز. زيوكس وذا ديزرت ايجل جي جي دبل كيل زيوكس. كان يو جو ذا ثيرد اف اس كي وذ جرينيد او اف اس كي صح اف اس كي دبل كيل بفاماس. كان هو يو جو ذا ثيرد حملت قتلوا لثالث لاعب فافوريت فافوريت يقتلوا فافوريت يموت على يد ماركو. نعرفش استلعب معلومة اللي لعبوا فات مفكرش قدش كانوا عندهم في رصيدهم. نايس تيم كيل من عند ماركو يقتل الاكس دي. نشوفوا البومب باش تتبلانتها في البي سايد. لاست كيرن بلاندينج ذا سي 4 اف اس كي يقتل زيوكس. ريفايل يسحب السي 4 فعنا بلانتد في ال اون برانسيب لاب برانسيب اللعبة سي كمل السافا ما عنديش فكرة على سكور بالضبط ما كنتش مركز برشا لكن الماب الاولى باش تمشي لصالح الاي مونسترز. خليكم شوية مع مزيكا نتقابلوا في الماب الثانية اللي هي كوبل ويت اس ان ذا نيكست ماب.
عسلامة ونرجع لكم مرة أخرى في الـ MGC Online Tournament Summer 2016. نشوفه في الـ Second Map في الـ Oxides vs الـ A Monsters. كما قاعدين نشوفوا الـ Oxides يلعبوا أربعة، فمن الـ Player Favorite خرج من اللعبة. معناش ريزون معين، عندهم ستاندين متاعهم فايتر ماهوش ديسبونيبل، معناه باش يكملوا أربعة versus 4 versus 5. سكند ماب كما نعرفوا ماب الاولى كانت نيوك 16 2 لصالح الاي مونسترز. ونشوفوا نايس جرينيد، شوفوا واحد بليس صالح الـ A Monsters Live Game. شوفوا الـ Player Kiko في الـ في الـ Middle. Kiko Double Kill. شوفوا ماركو Kiko يقتل صاحبه ماركو، FS Killer يقتل DNS. اثنين بلاش صراحة الـ A Monsters. شوفوا الفلاش بانك من عند سبايك وان ماركو ريفال يوزنج اي دبليو بي، ثيرد راوند اي دبليو بي حاجه بها برشا. اكس دي دبل كيل، وان فيرست وان واز هيد شوت، سكند وان يقتل بها لاست كيرن. فاست جيم قاعدين نشوفوا فيهم، نعرف اللعبه ماهيش فيها خاطر البلاير الاوكسيديز يلعبوا اربعه. شوفوا البلاير فافوريت انسحب من اللعبة، بوم السبب مجهول. عندك كيكو from the middle not the last turn the upper middle. شوفوا زينوكس في التانو، هذا محاولة الكنترول على البومب سايد بي. بي فما اف اس كيلر قاعد يويتي. نايس كيل من عند اف اس كيلر، يموت على يد زيوكس. دبل كيل من عند زيوكس، نايس كيل بال يوزنج غاليل. تشوفوا 1 فيرسس 2 برسمي كان يقوم بال 1 فيرسس 2 هذه، تسمى عمل حاجة كبيرة برشا. It was close. لكن كيكو is using AK يعمل spray يقتل بها زيوكس. شوفوا ماركو يجيب الديفيوز، ينعم الديفيوز، هذا تخليهم الرابع راوند لصالحهم، بينما الاوكسيديز ما يتقدموش بحتى راوند.
What the fuck. يا حسره. بون اللي يركز ويسمعها يعرفني على شنو حكيت، اللي ما سمعش خليك هيك، خليك مصدومك يضحك وحده. شوف البوش من التانل البومب سايد بي. اوه واو واو نايس سبراي من عند اكس دي اللي حاول يجيب تريبل كيل، لكن تكون عنده كيل واحده بركه. زينكس قم بالريفنج يقتل ماركو. يو يو اف اس كيلر يوزنج فاماس هيد شوت سبايك 1 ريفا. شوف سبايك 1 2 فيرسس 2 تجم تكون لصالح الاوكسيديز. ينعم هذه ال 1 كيل جي جي لاست كيرن جي جي دبل كيل. هذا يجيب الفيرست راوند صالح التيم نتاعو. First kill من عند Spike One using headshot using AK. الهيدشوت يقتل بها كيكو. شوفوا last turn في down mid. XD في tunnel. Nice kill من عند Spike One. هذه البوش من mid لبامب سايد بي. Nice kill من عند FS Killer using AWP. FS Killer get the second one. Can he got the third? XD using FAMAS. Yux يقتل XD. شوفوا FS Killer حاول بالويل بانج يعمل دامج للانمي. شوفوا 1 vs 1 AWP vs AK. Nice kill من عند FS Killer بها يجيب راوند نقم 5 لصالح التيم نتاعو. Nice headshot من عند ريفال. ريفال got the second. Can he got the third? The third. Cipher is down في التانل. شوفوا ريفال. Can he got the four? GG ريفال. 4K spike one يجيب double kill. كان جيت فما الخمس لاعب معناها 5 players. كان نجم يجيب الace. GG ريفال quad kill using headshot with desert eagle. كما نشوفوا فاست راوند من عند صالح من صالح الاي مونسترز. راوند بدون تعليق معناها ما فماش فيها حتى معناها فاست راوند بوش معناها سبراي وذ انفو كواد كيل يموتوا كل الجوار تاع التيرست تاع الاوكسيديز. شوفوا البوش كونتر نايس بوزيشن من عند كيكو. كيكو في الوضعية اللي هو فيها يجم يعمل حاجة. اي نعم كيكو يجم يجيب الفيرست كيل. كان هي جوت ذا سيك. كيكو يحاول يقتل كما قاعدين نشوفوا 4 vs 4 تيم ال اي مونسترز يطلبوا الباسورد من عند الادمن.
الراوند هذه كانت صالح ثاني راوند وصالح اوبسيديز زيكسي بلاست كيل يوزن قليل. كما نشوفوا اف اس رايكل لابر نتاع التيم قاعد يويتي في الكونتر في التيرست حتى لين يخرجوا بوزيشن نتاعهم. سبايك وان انجيج مع لكنه يهرب من البلاير هذاك، يعرفوا توا البلاصه نتاعو وين اللي هو في الداون ميدل. هنا عم جي جي سبايك وان يقتل اكس دي نايس هيد شوت دبل اشراه وقتله، لكن ثاني بلاير اللي هو كيكو جيبو هذيك تكون ثيرد كيل كواد كيل كيكو جي جي كيكو. يلقى زوز بلايرز قدامه لاين اب قدامه مع اللي كان يضرب الكرتوش ويقتلهم الزوز جي جي كيكو. هما نشوفوا الاوكسيديز من اللي خرج فافوريت قرروا باش يسلموا في اللعبة يخرجوا. هذه باش تكون وصلت المعلومة انه الماتش هذا لصالح الاي مونسترز. انا عمل الرولز تقول اذا كان ثلاثة جوارات في اللعبة ويتيحوا خاصة الى زوج جوارات في اللعبة، تو واحد الان نشوف جوار واحد بركة الاي مونسترز قاعدوا يكوروا وحدهم في اللعبة جي جي الاي مونسترز يربحوا بها هذا الماتش هذا. السكند ماب اللي هي كوبل ناش برشا اكتف ما ليناش برشا جو من اللي خرج اللاعب فافوريت بون نجم نقول جبد بالتيم. هذيك الحاجه الوحيده تنجم توصف خاطر اي حاجه معناها مهما كان عنده معناها شواغل ما يقدمش على التورنوا وهو عنده حاجات معناها كل شيء في حياته معناها فما حتى سبب يبرر انه فما عباد يعملوا عليه باش يكون معاهم من الاول حتى للاخر. كما نختار الموضوع هذاك جي جي الاي مونسترز يربحوا بالماتش هذايا زوز بلاش زوز مابيت اللي هو نيوك والكوبل لصالحهم وبها يترشحوا للفينال اللي باش يكون غدوه الحين ان شاء الله. هذا اذا كان التيمات ما عملوش تاجيل خاطر يجمو يطلبوا زوز تيمات يتفقوا مع بعضهم يطلبوا تاجيل. اذا كان ما طلبوش تاجيل باش يكون غدوه الحين الماتش باش نعلمكم بالوقت في الجروب بعد شويه بريسك حكيت نص الليل هكا نعلمكم بالوقت الفينال بيست اوف 5 معناها اللعبه باش تكون طويله باش انا بدي باش نتعب في التعليق بالرسمي تعبت برشا ان شاء الله نقوموا معناها ماجيك معناها مهما معناها بخدمتنا هذه تو ان شاء الله عجبناكم ان شاء الله. مثلا مازلنا عندنا برشا حاجات جايه نقولوا حاجه واحده مثلا العباد اللي بالرسمي عجبتهم خدمتنا مرحبا بكم في كل وقت في تيم سبيك نتاعنا كثروا فيه الفوق TS3 دوت ماجيك مطا هوستنج دوت تي ان مرحبا بكم في كل وقت نستناو فيكم اكتيفيشن كل شيء مرحبا بكم كونوا معنا معنا حاضرين على التورنوات الاخرين الجاي كما شفناكم اكيد ما دام عملنا سمر 2016 دياز 1 نجم نعملوا 2 3 4 5 ما نعرفوش قداش نجم نوصلوا باللي تورنوا ماجيك هوستنج عندها برشا ملي تولدت وهذه اول تورنوا في التاريخ نتاعها وما يشفش تكون اخر واحده. وخليكم تصبحوا على خير مع لاست ماتش بين اكسيديز والاي مونسترز تربح في الاي مونسترز 2 بلاش وغدوة حيبش تلعب كونتر الـ E37 A Monsters E37 فينال Best of 5 Goodbye See you tomorrow.